نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. و حق خویشاوندان و بینوا و در راه مانده را بپرداز و هرگز اسراف مکن، به راستی که اسراف کنندگان برادران شیاطین هستند و شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.